بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 47 بعد 200. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب، وضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ ونشكر له تفضله بتلبية الدعوة في هذا البرنامج. أهلا ومرحبا يا شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، هل ينال المسلم الأجر كاملا عند قراءته للقرآن إذا اكتفى بالسماع فقط؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن القرآن كله خير، قراءته واستماعه وتدبره والعمل به كله خير. والله جل وعلا قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فهو سبب للرحمة، سبب لرحمة الله سبحانه وتعالى. وتلاوة القرآن أفضل من الاستماع، قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. كل حرف من القرآن إذا قرأه المسلم له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. نعم، أحسن الله إليكم. حقيقة هذه رسالة من إحدى الأخوات، هي رسالة مؤثرة، تريد من فضيلة الشيخ حفظه الله التوجيه لها. تقول: هداني الله عز وجل بعد أن استمعت محاضرة إلى أحد العلماء جزاهم الله خيرا وبارك فيهم عن الدار الآخرة. فضيلة الشيخ صالح تقول بأنها أحست بحلاوة الإيمان منذ ذلك اليوم، وهي تعيش حياة أخرى ملؤها السعادة والراحة بين أولادها في تعليمهم لكتاب الله والدعوة إلى الله، وأصبحت تقول تذكر الله في كل الأحوال. تقول أيضا: ارتديت اللباس الشرعي الذي يليق بالمرأة المسلمة، ولكن مع هذا الدرب الصعب الجديد الذي سلكته، أهلي وأقربائي اعتبروني مريضة، وبقية الأسرة دائما يحاربونني ويعتبرونني مريضة وموسوسة. فأرسلت إلى فضيلة الشيخ صالح لعله يدلني أيضا على الثبات على الاستقامة، مأجورين. نعم، هذا بشارة خير من هذه المرأة التي تأثرت بالمحاضرة الطيبة، وجزى الله من ألقاها خيرا. وهكذا ينبغي في المحاضرات أن تكون في بيان هذا الدين وبيان فضائل هذا الدين والترغيب فيه، لا تكون المحاضرات في أمور أخرى ودخول في السياسة وما أشبه ذلك، مما يضيع على الناس وقتهم ويثيرهم ولا يستفيدون شيئا بل يتضررون. هكذا ينبغي أن تكون المحاضرات، لا سيما في المساجد بيوت الله عز وجل وخطب الجمعة والمواعظ، تكون بهذا الشكل، مذكرة بالله عز وجل، معلمة للناس ما يجهلون من أمور دينهم. وأنت أيتها المرأة لما ذكرت أنك تبت إلى الله واستقمت على دين الله والتزمت بالحجاب، هذا خير لك، وهذه حياة لك، حياة أخرى غير حياتك الأولى، حياة هداية وحياة إيمان. فعليك بالثبات على هذا والاستمرار عليه والزيادة من الإيمان والزيادة من استماع المحاضرات الطيبة والذكر، ولا يهولنك ما يرجف به المرجفون والمعارضون الذين يريدون أن تنتكسي وأن تتركي ما من الله به عليك. هؤلاء من شياطين الإنس الذين يضلون الناس ويزهدون في الخير. عليك بالالتزام والتمسك بما أنت عليه والصبر بما أنت عليه، وعليك بتعلم العلم النافع حتى يكون رجوعك وعبادتك على بصيرة وعلى علم مفيد. نعم، أحسن الله إليكم. أبو صالح أرسل بسؤال يقول: أسأل عن هذه المسألة، فصاحب المحل لدينا يتفق مع شخص على أن يقوم باستلام المحل وله مطلق التصرف
التصرفي من بيع وشراء ونحو ذلك، وهذا الشخص يعطي صاحب المحل كل شهر مبلغ معين اتفق عليه في ورقة ورضي كل منهما بذلك، هل يصح هذا العمل؟ هذا العمل لا يصح، هذا باطل. نعم، إذا أجره المحل وباع عليه ما فيه من السلع هذا بيع وشراء وتأجير لا بأس، أما أن يفرض عليه مبلغا معينا كل شهر هذا أمر لا يجوز وعقد باطل، إلا إذا كان هذا من تأجير المحل. محل يجوز أنك تأجره بالشهر بالسنة بالأسبوع باليوم لا بأس التأجير، أما أنه يدفع هذا المبلغ في مقابل السلع التي تستولي عليها في المحل ويبيعها فهذا لا يجوز، والواجب في مثل هذا أن تكون المضاربة، أن يدفع له مبلغا من المال ويقول تاجر فيه، وإذا ربحت فلي جزء من الربح والباقي لك من ربحه، هذه المضاربة الشرعية الطيبة المفيدة. نعم، أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: الشيخ، توفي والدنا رحمه الله وعليه زكاة 10,000 ريال تم تقديرها قبل وفاته، فهل يلزم الورثة إخراجها من ماله علما بأنهم اختلفوا في هذا الأمر مأجورين؟ يجب على الوكيل الذي وكله الميت قبل موته أو الذي أقامه القاضي بعد موت الميت، يجب عليه أن يخرج الزكاة التي في ذمة الميت، لأنها دين لله عز وجل وحق للمساكين والفقراء، يجب إخراج الزكاة قبل المواريث. أول ما يبدأ به إخراج الديون ومنها الزكاة، الديون سواء كانت لله جل وعلا كالزكاة أو للآدميين يبدأ بها، ثم بعدها بعد الديون الوصية إذا كان الميت أوصى، ثم بعد الديون والوصية يأتي الميراث فيما بقي، لأن الله جل وعلا لما ذكر المواريث قال: من بعد وصية يوصي بها أو دين. لا بد من هذا، وليس للورثة شيء إلا إذا أخرجت الزكاة بالكامل وأخرجت الوصية الشرعية، أما بقي بعدهما فهو للورثة على ما شرعه الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ، بالنسبة للوصية قبل وفاة الميت هل تكتب باليد أم يذهب للمحكمة؟ نعم، يذهب للمحكمة. الآن لازم من التوثيق في المحاكم، يذهب إلى المحكمة أو إلى كاتب العدل فيكتب له نص الوصية. نعم. يقول هذا السائل من فقراته: لدي أموال أرصدها في البنك لبناء مسكن لي ولأولادي، ولا أدري كم الزكاة، فهل علي إثم في ذلك؟ نعم، لابد من الزكاة. تسأل البنك عن مبلغ الرصيد أو الأرصدة التي فيه، تخرج ربع العشر، ولو كنت تريد بها أن تعمر بيتا أو مسكنا لك ولأولادك، إذا حال الحول على المال وهو يبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة لأي غرض كان. نعم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، هل المعاصي تنقص من التوحيد؟ نعم، المعاصي تنقص كمال التوحيد، المعاصي التي دون الشرك تنقص كمال التوحيد الواجب أو المستحب. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، الرسول صلى الله عليه وسلم هل صام أيام من شهر الله المحرم، وما حكم صيام الشهر كاملا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم صام اليوم العاشر، وقال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. قال خالف اليهود: صوموا يوما قبله، وفي رواية: أو يوما بعده. وأما أنه صام المحرم فلا أعلم فيه شيئا، ولكنه قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. نعم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، بعض الناس عندما يسافر من بيته ويأخذ أولاده معه يقومون بترك جهاز الراديو مشغلا على القرآن أو على إذاعة القرآن وبصوت عال في المنزل، وذلك طردا للشياطين. هذا لا أصل له، ولكن الذي نعرف أو نسمع من الناس أنهم يشغلون المذياع في البيت لأجل لا يسرق، من أجل أن يسمع السراق أو من يريدون السرقة يسمعون المذياع فيظنون أن البيت فيه أهله وفيه أحد. نعم. الشيخ هذا يقول: ما حكم من يقول عند بعض العائلات فلان لفلانة وهم أطفال، ويكون ذلك من باب المزاح، ثم يكبر هؤلاء الأولاد، هل يجوز مثل ذلك؟ إذا قال فلان لفلانة بمعنى أنه يتزوجها، أو فلانة لفلان بمعنى أنه يتزوجها، فهذا فيه احتمال أنه تزويج
أو أنه وعد فتراجع المحكمة في مثل هذا. نعم. هل يجوز للتاجر يا شيخ أن يتفق مع شخص آخر أو مع من يصنع السلعة خارج البلد بألا يبيعها في بلده إلا له فقط؟ ما يجوز هذا، هذا من باب التحجير والتضييق على الناس. الإنسان حر في سلعته، يبيعها على من شاء، وينتفع الناس بهذه السلع ولا يأخذ امتيازها أحد ويحجرها على الناس يضيق عليهم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول الشيخ: ما هو الحياء المحمود وهل يمنع من الخير؟ الحياء المحمود هو الذي يمنع من الشر ومما لا يليق، هذا هو الحياء المحمود. وأما الحياء الذي يمنع من الخير ويمنع من العبادة هذا حياء مذموم، هذا حياء مذموم. لا يستحي الإنسان أن يصلي، أن يتصدق، أن يعمل الأعمال الصالحة، لا يستحي أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لا يستحي أنه يدعو إلى الله عز وجل. الحياء الذي يمنع الخير حياء مذموم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: يا شيخ، إذا كان الشخص مجاهرا بالمعصية أو يرى أن ما يفعله لا يعد معصية بل يتحدث بذلك في المجالس، فهل يجب عليه الستر؟ نعم، إذا فعل الإنسان معصية فإنه يتوب إلى الله عز وجل ويندم على ما حصل ويعزم أن لا يعود إليها. التوبة بينه وبين الله، لا يتحدث بها عند الناس، لا يتحدث بها عند الناس، الله يستر عليه ويفضح نفسه، هذا منهي عنه. نعم. مجموعة من الطلاب قام أحدهم بإهداء هدية إلى معلمهم وسلمها للمعلم مدرس هذه المجموعة ولم يخبره باسم ذلك الطالب المهدي، فهل يدخل ذلك في الرشوة؟ نعم، لا يجوز للمعلم إذا كان له راتب، كان المعلم له راتب من الدولة أو من جمعية، فلا يجوز له أن يأخذ من الطلاب شيئا، لأنه يحيف مع المهدي، مظنة أنه يحيف مع المهدي، والمهدي يريد أن يستميل المدرس، فلا يجوز هذا. نعم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، أريد أن أتفقه في الدين، فهل تكفي الكتب والاستماع إلى الأنترنت من الدعاة والمصلحين وكذلك الأشرطة؟ وجهوني في التفقه في الدين، هل يحتاج إلى عالم أيضا؟ بلا شك يشترط التفقه في الدين وفي التعلم أن يكون على أيدي العلماء الراسخين، ولا يقتصر على الأشرطة أو على كتب أو يتعلم على الجهال والمتعالمين، بل يتعلم على أهل العلم المعروفين به، لأن هذا العلم يؤخذ عن العلماء ولا يؤخذ من غيرهم، من الجهال أو من المتعالمين أو من الكتب أو من الأشرطة. نعم، ينتفع بالأشرطة وينتفع بالكتب، لكن يسأل أهل العلم ويجلس على أهل العلم مهما أمكنه ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. فقرته الثانية يسأل يا فضيلة الشيخ، يقول: ما هي الشفاعة ولمن تكون الشفاعة في الدنيا والآخرة مأجور؟ الشفاعة هي الوساطة، هي الوساطة تكون عند الله جل وعلا بتوسط للمذنب أن يتوب الله عليه وأن ينقذه من النار، وبالدعاء له، لأن الدعاء شفاعة، دعاء له بالهداية، دعاء له بالزيادة من الخير، هذه شفاعة. والشفاعة عند، وكذلك بإنقاذه من النار يوم القيامة من عصاة الموحدين، من دخلوا النار من العصاة الموحدين، يشفع لهم الشفعاء عند الله الله جل وعلا بإذن الله، بإذن الله جل وعلا. الشفاعة في عند الله لها شرطان: أولا أن يأذن الله للشافع أن يشفع، وثانيا أن يرضى الله عن المشفوع فيه بأن يكون من أهل التوحيد لا من أهل الشرك ولا من الكفار. والشفاعة عند الخلق الوساطة في أمور الخير، تتوسط لأخيك في قضاء حاجته عند من عنده حوائج الناس، عند الأمراء، عند التجار، عند من عنده حوائج الناس، فتشفع لأخيك في قضاء حاجته، إذا كانت هذه الشفاعة مما ينتفع به المسلم وليس فيها محذور، هذه شفاعة حسنة. وأما الشفاعة التي في إسقاط الحدود الشرعية، هذه شفاعة ملعون من يقوم بها، قال صلى الله عليه وسلم: إذا بلغت الحدود
السلطان فلعن الله الشافع والمشفع، فلا يجوز الشفاعة في الحدود. كذلك لا يجوز الشفاعة في ظلم الناس، يعني يتوسط عند أحد أن يظلم الناس أو أن يأخذ حقوقهم ويعطيها لغيرهم، هذه شفاعة سيئة. قال الله جل وعلا: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، من يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. فلا يجوز الشفاعة في الشر، ولا في إسقاط الحدود، ولا في أخذ حقوق الناس وظلم الناس، هذه شفاعة سيئة. نعم. أحسن الله إليكم. تقول الأخت السائلة: فضيلة الشيخ، أنا فيني الخوف، أخاف على أولادي وأخاف أن يخرجوا، فهل العين حق، حيث أنني يعني عندي التزام بإصابة أولادي بالأمراض أو لأنهم فيهم جمال، هل هذا الكلام صحيح؟ نعم، العين حق كما في الحديث الصحيح، ولكن لا يكون هذا يحمل على الوسواس والتخوف الزائد، بل الإنسان يتوقع العين بذكر الله وبالدعاء والورد على أولاده، ادعي لهم وفي وردك وفي صباحك ومسائك، ادعي الله لهم مع دعائك لنفسك، هذا هو السبب النافع بإذن الله. وأما التخوف الزائد والوسواس وهذا تجنبه. نعم، اعمل الاحتياطات لصيانة الأولاد، لأن لا يخرجوا إلى الشوارع، لا يضيعون في الشوارع، لا يصاحبون الأشرار، اعمل الاحتياطات لذلك. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، يقول هذا السائل: أتصل على زميلي بالهاتف الجوال وبعد أن يرد أسمع آيات أو أحاديث ثم أنتظر ثم يرد زميلي مرة أخرى. هذه ظاهرة، يتخذون الآيات أو الأحاديث الجوالات لأجل تنبيه على المكالمة، هذا غلط. الأذكار عبادة هي أذكار شرعية وآيات قرآنية، ولا تستخدم لأجل معرفة المكالمة أو تنبيه صاحب الجوال على المكالمة، هذه إهانة للآيات والأحاديث. وهناك ما يغني عن ذلك، هناك صوت الجرس، يحط فيه جرس مثلا خفيف أو ضربات خفيفة أو ما أشبه ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل الشيخ: ما الصفة الشرعية للتعامل مع الميت لحظة وفاته وجزاكم الله خيرا، ومن أولى الناس بتغسيل الميت؟ نعم، الميت إذا مات تغمض عيناه ويشد على لحيه لئلا ينفتح فمه، وينزع ما عليه من الثياب لئلا يتأثر جسمه، ويغطى، يسجى بشيء يغطيه. هذه الإجراءات التي تتخذ مع الميت، ثم يسارع بتغسيله وتجهيزه، تكفينه، الصلاة عليه وحمله إلى قبره ودفنه، يبادر بذلك مهما أمكن. نعم. أولى الناس بتغسيل الميت، أولى الناس بتغسيله وصيه، إذا كان الميت أوصى بأن يغسله فلان فيقدم الوصي إذا كان أهلا لذلك، ثم من بعده عصاباته الأقرب فالأقرب، عصاباته الأقرب فالأقرب. والآن الحمد لله فيه محلات لتغسيل الأموات من المحسنين، فإذا ذهب به إلى هذه المحلات، محلات التغسيل في المساجد، فلا بأس بذلك، شيء حسن. نعم. حفظكم الله. هل يتعوذ المتثائب من الشيطان إذا تثائب استدلالا بقول الله عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله؟ هذا لم يرد. الذي ورد أن المتثائب يكظم التثاؤب ما استطاع، وإذا غلبه التثاؤب فإنه يضع يده على فيه، يغطي فمه ولا يفتحه، ولا يكون له صوت تثاؤب، بل يخفض صوته. أما الاستعاذة من الشيطان فليست مشروعة في هذا الموضع لأنها لم ترد. نعم. هذه الأخت تسأل عن تسمية بأسماء آيات القرآن والسور، بعض الكلمات الواردة في القرآن مثل طه وضحى. طه ليست اسما، ما هي حروف مقطعة طه. وأما تسمية المولود ذكرا أو أنثى بما يوافق بعض لفظ بعض الألفاظ القرآنية فلا بأس بذلك وتجنبه أحسن. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية. أجاب مشكورا عن أسئلتكم واستفساراتكم في لقاء برنامج نور على الدرب فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكرا لفضيلته، وشكرا لمهندس الصوت عثمان الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.